والسلام كان له ارتباط خاص مع ربه، لم يكن فقط يعبد الله، إنما كان يعشق الإيمان به. أليس هو الذي خاطب ربه قائلا: يا من خص نفسه بالسمو والرفعة وأولياؤه بعزه يعتزون، فإذا كانت لدى الحسين عزة فلم تكن عزة الكبر والتكبر، إنما كانت عزة الإيمان، كانت عزة الآية الكريمة التي تقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كانت علاقة الحسين بالموت كعلاقة العطشان بالماء، وكعلاقة العاشق بحبيبته. لقد بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالموت وهو في المدينة، وتزين به وهو في مكة، ومشى معه وهو في مسيره إلى كربلاء، وسعد به وهو في حفرته، وقال: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. فالحسين عليه السلام وهو يدافع عن رسالات الله وجد الموت قنطرة يعبر بها عن البؤس والضراء إلى الجنان الواسعة والنعيم الدائم، فلم يكن يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر. الحسين قام بأمور ثلاث: أولاً بلغ رسالات الله، ثانياً نصح عباد الله ووعظهم لعلهم يمشون خلف الأنبياء ويدخلون الفردوس، ثالثاً قاتل أعداء الله. وهو في كل ذلك لم يكن يرجو إلا ربه، ولم يخش أحداً إلا هو. كان الحسين عليه السلام سليل خاتم الأنبياء، وحامل علمه، ووعاء حكمته، وكان حجة الله على خلقه، وأمينه في أرضه. أما أعداؤه فكانوا سلالة قتلة الأنبياء، والذين وقفوا في وجه التوحيد والعدل والمعاد. لقد توكل الحسين عليه السلام على ربه فقال: إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري. وقال: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. فاختار له الله أقرب الطرق إليه، وهو الشهادة في سبيله.